لحضرتك تسجيلات وأنت راقص باليه؟ طبعا في الاوبرا هنا في تسجيلات ليا، انا طبعا سجلت باليه بحيره البجع، كان انا اللي كنت برقص. كان سنه كام تقريبا؟ بحيره البجع اعتقد 93 او 94، هي 93 94. سجلت دون كيشوت، عملت رومي جولييت، كان موجود برضك. انا شفت الفيديوهات ديت وانا صغير، كنت بتفرج عليها يعني بعد ما الحفله تخلص اروح المكتبه اتفرج عليها. اعتقد في انطونيو كليوباترا، في كورسون. طب عندما تشاهدها الان يعني كيف تراها؟ يعني بصراحه، يعني الصراحه بحس ان مش انا ازاي؟ يعني بحس ان انا يعني ايه، يعني ساعات اقول ايه ده، ايه ده، انا كنت شاطر؟ انا مش متخيل ان انا كنت شاطر كده يعني بصراحه. يعني اقول ايه ده، انا كنت شاطر؟ لا ده انا كنت يعني ايه، يعني بادي وخلاص كده. فبص الاقي المقاييس وكده ان انا كنت بعمل يعني الدور كويس. وحتى زمايلي في الفرقه الكبار اما بيجوا مثلا ويمرنوا، بيمرنوا في بعض الاوقات ببعض الفيديوهات بتاعتي. يعني لما يجوا يمرنوا كورسان، لما يجوا يعملوا رومي جريت، بيمرنوا بيجيبوا الفيديوهات من المكتبه عشان يحفظوا الجداد. فبعضها بتبقى انا شكلي اتغير طبعا. ايام ما كنت برقص كنت 60 كيلو، دلوقتي مش 60 كيلو. فساعاتي الراقصين يقولوا لي احنا شفناك، اقول لهم يقولوا لي ده انت كنت كويس قوي يا دكتور. فانا طبعا ابقى ايه يعني مبسوط، وساعات ابقى ايه اقول ايه يعني يعني اقول انا هل انا كنت كل يعني بعمل دوت. يعني ساعات بيجي لي نوع من الايه، مش أيوة. مصدق اني كنت انا. أيوة. ده الصراحه يعني مجهود مش عادي ولياقه كبيره يعني. بالظبط يعني انا اما افتكر زمان كنت مثلا اقل يوم 6 ساعات تدريب، اقل يوم من 6 ل 8 ساعات تدريب. فطبعا كنت ببقى يعني اقول ايه ده، يعني انا كنت بعمل كل ده، انا اللي بنط ده. انا دلوقتي مش قادر انط سنتي فوق الارض كده. طب هو يعني العمر المتاح لراقص الباليه على المسرح قد ايه؟ ملوش عمر، لان انا كان في زمايل لينا روس، كان في مثلا بلونسكي دوت، كان فضل يرقص لحد ما بقى عنده 50 سنه، 52 أيوة. سنه. أيوة. كان بيرقص كويس جدا. ما لهاش عمر يعني، طالما حضرتك هي اللياقه. بالظبط، عمليه محافظه على لياقه الواحد، ويعمل التدريبات اليوميه، لان احنا لينا اسلوب معين يعني في اليوم. لازم الواحد يجي يعمل حصه الباليه، حصه الاحماء والتسخين بتاعه الباليه اللي فيها كل مفردات الحركات بتاعه الباليه، ويعمل تدريباته، وينام كويس، وياكل كويس. ده مهم جدا. طبعا انا بطلت باليه وانا عندي 36 سنه او 37 سنه، يعني برضك ده مش قليل، بس مش كتير. مثلا الدكتور عبد المنعم بطل باليه وهو عنده 45 او 47 سنه. كان في منتهى اللياقه فعلا. بالظبط. وانا فاكر الدكتور عبد المنعم وانا صغير، كنت طبعا قريب منه جدا، فكان ساعات يجي مثلا ايه محتاج تدريب، يقول لي انا هتمرن وبكره وقعد وتشوفني هبقى عامل ازاي. ابص الاقيه خس وبقى رفيع خالص وبقى شاطر قوي. فكنت اقول له طب انت عملت، يقول لي انت ما تقدرش تعمل اللي انا بعمله. اقول له، يقول لي انا ما باكلش خالص وبتمرن بس. انا طبعا ما كنتش بعمل زي بصراحه، يعني ما كانش عندي القوه والعزيمه يعني الاحتفاظ باللياقه شيء الحقيقه مش طبعا سهل. طبعا.